نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين 23 پارا سورة الزمر لسن نمبر 241 آیت 1 ٹو 16 انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوبارہ پڑھیں گے ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فاعبد الله مخلصا له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إلا ليقربونا إلى الله زلفى إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ
تتخذ ولدا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار هو الله الواحد القهار الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ويكور النهار على الليل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا خلق من بعد خلق في ظلمات ثلاث خلق من بعد خلق في ظلمات ثلاث في ظلمات
ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل
وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار اللهم أجرنا من النار إلهي آمين أمن هو قانت آناء الليل ساجدا آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سارے ساکن حروف مارک کیجئے قل هل يستوي اور يعلمون اور والذین اور پھر لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة
وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين وأمرت لأن أكون أول المسلمين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم جی اس آیت کو ایک ہی پوز میں پڑھیں گے آیت نمبر 13 کو پڑھ کے سنائیے بارک اللہ فیکم قل اللہ اعبد مخلصا له دینی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ألا ذلك هو الخسران المبين ألا ذلك هو الخسران المبين
لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون الحمد للہ لیسن مکمل ہو گیا. اچھا آیت نمبر 10 میں میں نے آپ کو یہ والا حصہ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم دو طرح سے پڑھایا ہے. دونوں طرح سے پڑھنا ٹھیک ہے, آپ جو چاہیں پاز مینٹین کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دونوں کے نشان لگا لیجئے تاکہ جب آپ پریکٹس کریں تو آپ کے لیے جو پڑھنا آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو اس کو اختیار کیجیے گا. چلیے دعا کے ساتھ مکمل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. الہی آمین.